متابعة لرحلة رائد الفضاء العربي الإماراتي هزاع المنصوري التي وكبناها معكم مشاهدينا في تريندينج الآن، عاد اليوم هزاع إلى وطنه الإمارات بعد رحلة امتدت 8 أيام أجرى خلالها 16 تجربة علمية. وهبطت المركبة الفضائية التي تقل هزاع المنصوري ورائد الفضاء الأمريكي والروسي بالقرب من كازاخستان عند الساعة 2:59 بتوقيت الإمارات في رحلة استمرت قرابة 3.5 ساعات من محطة الفضاء الدولية. نشاهد. Touchdown. Right on the money. Back with live video from the landing site. A look at Alexei Ovchinin. There is Hazan. Coming out of the capsule, seated right in front. For the first time, breathing fresh air from the Earth in 203 days. Some of the excitement here that's surrounding the three crew members completing their journey after 203 days. Coming back safe and sound here in the steppes of Kazakhstan. Understood in the rest of the right. على هذا الموضوع مشاهدينا علق الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وكتب في تغريدة على صفحته في تويتر: نحمد الله على وصول ابن الإمارات هزاع المنصوري سالما للأرض بعد أول رحلة لرائد فضاء عربي لمحطة الفضاء الدولية، فخورين بالإنجاز وفرحين بالمعرفة والخبرة التي اكتسبناها ومتفائلين بالطريق الجديد الذي فتحناه لأجيالنا نحو الفضاء. رواد تويتر أيضا غردوا على هذا الموضوع وكتبوا عدد من التهاني والسلامات لهزاع على عودته، فمثلا بدر كتب ويقول: تحقق حلم زايد على يد أبنائه، الله يوفقهم لما فيه خير وطنهم وأمتهم، وأرفق هاشتاج هزاع المنصوري. أما ليلى البلوشي فغردت تقول: الحمد لله على سلامة الوصول هزاع المنصوري، نبارك للإمارات حكومة وشعبا هذا الإنجاز التاريخي، شكرا يا فخر الوطن.